مساء الخير من جديد لكل الأحبة والأصدقاء المشاهدين. مشاهدينا بكل مناسباتنا السعيدة دائما ما في أحلى من الموسيقى. الموسيقى هي منحة سماوية، هي عبارة عن فن روحي خلقه ربنا لحاجتنا الإنسانية لإله، لكل شيء بيهذب روحنا وجداننا. الإنسان لما أشرق طفولته الفكرية على الكون وجد موسيقى هي اللي عم تملأ أرجاء الطبيعة. سمع تغريد الطيور، سمع حفيف الأشجار، سمع خرير المياه، هون الموسيقى. الموسيقى هي هاللون من ألوان التعبير الإنساني، بيتم التعبير فيها وبها عن خلجات القلب المتألم الحزين، وبنفس الوقت عن النفس المرحة المرتاحة. بالموسيقى مشاهدينا ممكن أنه يأتي المرء بشحنة من الانفعالات اللي فيها كل شيء من الرموز التعبيرية المتناسقة بمقاطع معزوفة بحس يمكن كتير مرهف. أي واحد مننا ذواقة بينفعل وبيتفاعل سمعياً ووجدانياً وفكرياً مع الموسيقى، بحس فيها بإحساس كتير عميق وبينفعل فيها بانفعال متجاوب مثل ومثل أي من الكائنات الحية. الموسيقى وبخاصة إذا عم نحكي بين قوسين على الموسيقى الراقية أو الروحانية بتساهم بعلو الروح. ضيفي هو يمكن الأقدر مني عن شرح العوالم هيدي، حول تجربته مع الموسيقى، حول عالمه الخاص بهالعالم الجميل، عرف الموسيقى وعلمها من مراحل مبكرة بطفولته وخاض هالتجربة بوعيه الخاص بأهمية هالتنوع الموسيقي اللي أنا عم بحكي عنه المازج بين الثقافات المختلفة. كمال مسلم، أهلا وسهلا فيك بساعة وفاء. كثير بيسعدني انك تكون موجود معي اليوم لنحكي عن عالم هو من اجمل العوالم اللي بنعيشها. يمكن من دون ما بنحس بسطوة الموسيقى علينا، صحيح؟ يعني هي فعلا هي بتسرقنا الموسيقى. يعني انا بقول لهم الموسيقى بتغار علينا اكثر من المره، صحيح. قد ما بعرف، انا بالنسبه لي يعني هي شدت كل حياتي لها. يعني الموسيقى من الطفوله بس اكتشفت هالشيء اكثر بالعشرينات لما كنت يعني اكتشفت ولعك فيها. يمكن لانه اللي خلاني اكتشف ولع فيها اكثر اللي هو انشغالاتي باشياء ثانيه كانت عم تاخذني من الموسيقى، وما ضل عندي وقت يعني. فوصلت لمرحله من الغضب، يعني انه في شيء مزعجني كثير. انا شو هو؟ لما قدرت اجاوب هذا السؤال طلع انه انا تارك الموسيقى مش عم بعطيها حقها. يعني نعم. اللي هي اكتشفت انه لها دور كبير بحياتي، او لازم يكون لها دور اكبر واوضح. نعم. ووقتها فعلا قررت اني اغير كل مساري واعطي الموسيقى الاهتمام الاول. نعم. سطوه الموسيقى، يعني بنشوف كثير عوالم وبنشوف كثير حضارات عاشت بلا الكثير من العلوم، بس ما عاشت من دون موسيقى. كل حضاره في له موسيقته الخاصه فيه، صح. هيدا السطوة هي موجودة على كل المجتمعات، هيدا شيء انه معناته دليل على انه هي خلقت قبلنا. يمكن هي الموسيقى عبارة عن شو؟ هي عبارة عن الصوت. احنا عم نتعامل بموضوع الساوند او الصوت، وموضوع الصوت هو اكيد متصل زي ما انت حكيتي بشكل كثير حلو، متصل بالروحانيات بدرجة رئيسية. يعني يعني احنا اي شيء بدنا نتواصل معه ان كان انسان أو حيوان أو حتى لما بنصلي يعني بنستخدم الصوت، صحيح. فالصوت يعني والاهتزاز الصوت في سر عجيب يعني بيوصلنا مع عالم آخر. وطبعا هذا الاتصال مختلف من ثقافة لثقافة، من حضارة لحضارة، من زمن لزمن يعني. بس يمكن عم نكتشف اكثر انه فعلا هو هذا الموضوع الاساسي. الصوت هو الشيء الاساسي، واللي هو اصلا بدماغ الانسان متصل بالسنتر تبع الدماغ. أوكي. النظر متصل بالخلف مثلا، بس الصوت هو بالسنتر يعني. نعم. فتاثيره الدايركت على كل انفعالاتنا، كل شيء حولنا يعني. نعم. فالموسيقى بتعتمد على الصوت، بدون صوت ما في موسيقى، صحيح. فهو العنصر الاساسي بالموسيقى الصوت. طبعا بتدخل العناصر الثانيه، الايقاع والكذا طب كمان دائما يقال بانه هنا الموسيقى الراقيه، في شيء اسمه موسيقى راقيه وفي شيء اسمه موسيقى غير راقيه؟ اكيد، زي اي شيء ثاني، زي بالاكل، زي باللبس، زي في يعني هذا الانسان اللي عنده قدره انه يستمتع بهال
قادر انه يطلع نوع من انواع الابداعات، اي مسيء ان كان، كيف ممكن يخطر على باله من هذا العالم الجميل ومن هذا الجو الجميل انه يطلع شيء غير راقي؟ هل ممكن من الموسيقى تطلع شيء غير راقي؟ هو مش بالضبط هذا الشيء طالع من الموسيقى، هو طالع من مكان اخر بهذا الشخص اللي عم بيألف، يعني من طالع من اهتماماته باشياء ثانيه، ممكن بالبزنس، ممكن عنده مصالح معينه بده يوصلها من خلال، فالفكر هذا بحركه لاختيار اصوات او معينه او ايقاعات معينه او طريقه انتاج معينه، ممكن تكون سريعه، ممكن تكون فعاله اكثر ليوصل لهدفه. بس اللي بده يشتغل فعلا موسيقى بيور، يعني صافيه نقيه بدون اي شوائب، خلينا نقول بده يبعد عن كل هاي المؤثرات، يعني بده يوصل لحاله من التصوف، خلينا نقول تصير مثل او المديتيشن او السكون او الاتصال الروحاني اللي يقدر يحطه على علاقه حميمه بالموسيقى الحقيقيه. ما هو يا في يا احنا ما فينا، يعني اذا بدي اخذها بكلام ثاني بقول يا في موسيقى يا ما في موسيقى. صحيح، يعني ما في شيء اسمه موسيقى غير راقي، هاي مش موسيقى اصلا، مش يعني هي كلمة موسيقى هي راقي بحد ذاتها. صحيح، فأي شيء تاني غير راقي هو في شوية أطراف موسيقية بس في شوائب كتير، في شوائب. نعم، هالعود هيدا الموجود هم ما بدنا نتركه هيك قاعد على حاله على جنب. خلينا نبتدي نازف شيء، وهيك أنت عم بتدوزن عودك، كيف ابتدت علاقتك فيه؟ يعني هذا بحسه قد بحس هيدي الآلة عبارة عن شيء كتير قريب من القلب. يعني تتنشأ العلاقة بينك وبين العود، فانت ليك قديش قريب من قلبك بتكون عم تحضنه يعني. كيف نشأت هالعلاقه؟ اول شيء شكله حلو هيك دائري وكروي، تحس كأنه واحد حامل بيبي يعني مثلا. صحيح هالقد في حنيه وانت عم تغمره، او حامل ما بعرف يعني حيوان اليف او شيء، ما بدي اشبه العود بشيء ثاني غير انه هو آلي مصنوعه من الخشب، والخشب مادة حنونة، وهي أصلاً يوما ما كان فيها روح، هي شجرة كانت. صحيح يعني صحيح. فهي حالياً لما منعيد إحيائها يعني بالصوت وبالاهتزازات، كأني فعلاً أنا ماسك شيء حي بين إيدي. وصوت العود الفريكوانسي بتاعته، يعني هو بسموه بالإنجليزي it's a round sound، يعني صوته هو من أكثر آلات الموسيقية الروحانية. صحيح. طربي اولا، و طبعا مش بس بيستعملوه بالاغاني، كمان بيستعملوه بانواع ثانيه من الجماعات الروحانيه يعني. صحيح. كانوا بالزمان. نعم. اوكي، خلينا نعزف شيء هلا كمان. الله الله.
كمان دائما برا ممكن كتير عازف يعمل حفلة، صح؟ ممكن يعني يجي يعمل حفلة وتلاقي ما في محلات تقعد، آلاف برا أكثر من اللي جوا. عن جديد ابتدوا عنا بعالمنا العربي إنه عازف يعمل حفلة يروح يحضروا له إياها، كتير قليلة بعد عنا، برا موجودة، هون عنا كتير قليلة. ممكن نانسي عجرم مثلا تروح تعمل حفلة الكل بيروح، أما ما بنسمع عازف عود عم يعمل حفلة بس لتيجي الناس تيجي تسمع هيدا الفنان. ليه؟ لأنه هلا بالوقت الحاضر يعني احنا عم نعاني ثقافيا من غزو غربي بأنواع من الموسيقى زي اللي أنت كنت تقول عنها اللي هي مش راقية زي ما نقول. فهذا طبعا خطأ من الناس المسؤولين لترويج أنواع معينة من الثقافة في مش نحن الغلط؟ لا، أنا ما بلوم الجمهور، بلوم شو مين اللي بيزودوا بالمفاهيم وبالمنتجات. يعني هلا الانسان لما بده يتبضع على البيت بيروح على السوبر ماركت، شو موجود بيشتري، بس ما في هو يفرض على لانه هو هذاك المستورد فرض عليه هذه المنتجات. طبعا اكيد الانسان اللي رايح على السوبر ماركت هو راح بده يشتري الحاجات الاساسيه، المأكل والملبس والمشرب. فالموسيقى كمان هي حاجه اساسيه، فانا لما بدي اروح اشتريها من المكان اللي عم ببيع موسيقى مثلا شو متوفر بنقي، بس ما بقدر افرض عليه شو يجيب لي هو. انا اكيد بشوف مرات انه في او بتقطع شغله على التلفزيون مثلا حبيتها هي عازف بس مش متوفره عندي لانه ما جابوها الناس المسؤولين. فاكيد هلا فاللوم الاول هو على الانسان اللي بيتحكم بحركه المنتج الموسيقي وين يكون موجود او لمين يتوفر. وثانيا هلا بعدين بلوم بالدرجه الثانيه الجمهور اذا ما راح اذا توفرت وما راح اشتراها، يعني ما راح حضرها او اشتراها، ان كانت حفله او سي دي او برنامج تي في او الاخره. فاللوم على اثنين. طبعا على الفنان اكيد في لوم كبير اذا ما انتج هالنوع الموسيقى المنيح، لازم هو المحرك الاول، هو المصدر. الفنان نعم. كمان بس هيك سريعا، علاقتك بالفنون الاخرى قديش خدمت بعضها؟ انت كمان ايضا رسام وبترسم، ويمكن انت اللي راسم حتى الكفر تبع السي دي الاخير تبعك. بعدين عم اقول لك شو حلوه هالبنت، بتعرفها؟ اكيد بتعرفها. اوكي، بتشبهك شوي. بتشبهني شوي على فكره. اوكي، اللي بدي اقول لك يا قديش بتخدم هيك الفنون الاخرى بعضها بحياتك؟ اكيد بتخدم ومتصله كل الفنون مع بعض، يعني ان كانت كلاميه او مرئيه او مسموعه او حركيه كلها متصله، وكلها هي بتعبر عن بالاخر عن روحانيات. احنا يعني انا ما بدي ادخل كثير بموضوع الروحانيات، بس الروح بيعبر عن نفسه من خلال حواسنا الخمسة. ومن خلال المواهب اللي بتعطى لنا كناس وكفنانين. فنفس الفكرة أنا ممكن أعبر عنها بالرسم أو بالصوت بالموسيقى. صحيح. فإذا أنا عندي الموهبتين قادر أنك قادر أجمع بينهم بشيء واحد، يعني بالعكس بكون وصلت الصورة أوضح. يعني نعم. الجيتار هون قديش دراستك بالهندسة ساعدتك بأنك أنت كمان أو تعمل فيه شيء جديد مش موجود ده؟ وشو هو الشيء الجديد؟ هو شوفي صراحة كان تعاون ما بيني وبين شركة يابانية اسمها إيبانيز. بس المايك بليز كمان. أوكي، المايك عم بدق فيه. أوكي. الشركة اليابانية مشهورة تنتج جيتارات، فشرحت عرضت عليهم الفكرة إنه ليش ما نطور إحنا جيتار كهربائي، لأنه الجيتار الكهربائي هو آلة منتشرة كتير بالسوق من 50 سنة يعني. صحيح. فليش ما نطور جيتار كهربائي يقدر يعزف النوتات الشرقية؟ حلو. اللي هي بنسميها احنا ربع تون او كورت تون بالانجليزي. التون اللي هو التون الموسيقي الواحد اللي هو المسافة بين دو والري والمي، هاي هي التون. فبالموسيقى العربية عندنا شيء اسمه ربع تون، هذا مش موجود بالآلات الغربية، بنقدر نعزفه بالعود او بالقانون او الكمانجا بالآلات الشرقية. سو انت ضفته؟ سو انت ضفته؟ فاحنا ضفنا بإعادة تصميم الزند الجيتار او النيك. أوكي. واضفنا يعني بمواقع معينه هاي الفريتس او الحدايد اللي هي بتحدد النوتات العربيه. اوكي. وهم طبعا اقتنعوا بالفكره ومشوا فيها وطوروها معي. حيكون موجود بالسوق هيدا؟ موجود، صار له سنه تقريبا متوفر بالسوق. حلو. وبيحمل اسمي وتوقيعي وبكتب عليه شرقي. حلو. وعليه توقيعي من الخلف. حلو. حلو، جميل انه يكون في عندنا هيك اسمه KMM1.
الموديل KMM1 من ايبانيز. اوكي يعني خليني احكي عن مجموعه كمان السي ديات اللي هي اعمالك هون. هيدا اخر واحد طبعا. شو اسمه؟ Songs for Singing. اوكي اللي هو اغاني لسنجن اللي هو اسم الشخص اللي مرسوم البنت. شو اسمها؟ سنجن. اسمها سنجل؟ سنجن. سنجن. اوكي اسيويه؟ كوريه. كوريه اوكي. احكي لي عنه. عن السي دي؟ احكي لي عن السي دي الاخير. هو يعني زي ما انكتب عنه بعض الناس قريت انه هو تعبير عن علاقه شخصيه كانت بيني وبينها. بين الصبيه. ووصلت لطريق شوي مزدود مكركب خلينا نقول اذا نستعمل الكلمه يعني. فبس بعد ما طلعت منها انا كثير فهمت اشياء عن حالي وعن العلاقه نفسها وعن الحياه بشكل عام وحبيت اقدم هذا العمل اهداء لها وللي قدمته هي كامراه يعني ودورها كبير كان في حياتي صراحه. حلو اعتراف جميل. وبدعو كل رجال ان كان بعده مع المراه او تركها انه يعبر قد ما بيقدر عن هذا الامتنان. مش بمجرد ما انتهت من حياتك ينتهي كل شيء، بيبقى لا في ذكريات كان جميله يتعبر عنه بخل حتى بخلال العلاقه يعني. شو في احلى من هيك كلمات حب بهيك مناسبه عيدهم. طب خلينا كمان نختم انا وانت حوارنا هلا بمعزوفه بركي هيك بنوجهها لكل كل مين قلبه ما زال بيعرف ينبض بالحب الحقيقي. وبدي اشكر كثير اكيد حضورك لبرنامج ساعتنا. تسلمي تسلمي. رح اعزف معزوفه من السي دي الاخير. من السي دي الاخير اسمها أوكي. سوفينير. سوفينير يلا. شكرا كثير لك كمان يعطيك الف عافيه. ان شاء الله نشوفك ايضا بحوارات قادمه هيك وبمزيد من النجاحات. تسلمي. شكرا كثير لك. بيبقى مشاهدينا نقول انه الهدايا ايضا بتعكس كثير احساس الشخص بهالعاطفه اللي بحسها تجاه الشخص الاخر، فبيتبادل دائما الرسائل الجميله، ممكن تكون معزوفه، ممكن تكون هديه، ممكن تكون اي شيء ممكن يخطر على بال اي محب. فولي فولي مشاهدينا ايضا بهالمناسبات ممكن يقدم كثير اشياء جميله بهالمناسبات الجميله. منتابع سوا. أطلقت العلامة فولي فولي الرائدة في عالم الموضة والتي تشتهر بالأكسسوارات والساعات، أطلقت مجموعتها الجديدة قلوب والتي تخص بها كل عاشق يرغب في التعبير عن مشاعره وإهداء قلبه لمن يحب في يوم الحب. فولي فولي عودت زبائنها دايما على مواكبة آخر صيحات الموضة و
ومشاركتهم كل افراحهم. مشان هيك بهيدا السيزون بالفالنتاين فولي فولي حبت تعمل سبيشال كولكشن اللي هو الفالنتاينز داي كولكشن. هو عباره عن مجموعه قلادات شكله على اشكال قلوب، وهيدا الكولكشن هو بيجي بيه لونين، الوردي الذهبي والابيض الفضي. طبعا هي حتكون مثل هدية فولي فولي لمحبين بعيد الحب. قلادات تأخذ شكل القلوب من ستانلس ستايل المطلي بالفضة والذهب الوردي ومزينة بأحجار الكريستال والزهور المطلية بالمينا البيضاء والسوداء على التوالي، متبعة نفس الدرب من المجموعة المتميزة هابي ناجتس من فولي فولي، ما يجعلها الهدية المثالية لتهديها لمن تحب في يوم الحب هذا العام. سهى، 9 سنين من النجاحات، 5 فروع على فولي فولي، خبرينا هيك بموجز صغير بريف عن فولي فولي. فولي فولي هو براند يوناني، العلامة التجارية المعروفة جدا بعالم الاكسسوارات والمجوهرات، هي الشريك الرسمي لدماس للمجوهرات بالإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتعد مجوهرات داماس الشركة الرائدة في الشرق الأوسط هي الوكيل الحصري لفولي فولي في الإمارات العربية المتحدة، وتتواجد تشكيلات فولي فولي في معارض فولي فولي في دبي مول، مول الإمارات، دبي مارينا مول، ودبي فيستيفال سيتي، بالإضافة إلى أحدث معارضها والذي افتتح مؤخرا في العين مول.